تسأل عن تزيين الكفين سواء ظاهرهما أو باطنهما بالحناء، ثم بعد ذلك الخروج إلى السوق، هل يجوز ذلك أم لا؟ يعني إذا جملت شيئا من بدنها فالواجب عليه ألا تبدي الزينة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما لا يمكن ستره، وما يمكن ستره فإنه يجب عليه أن يستر، يجب عليها أن تستره، ومن ذلك اليدين ومن ذلك اليدان، فيمكن أن تسترهما بملاءتها أو عباءتها أو ما تلبسه أو القفازين أو القفاز إن شاءت، الأمر في هذا واسع. جميل.